عودة للبلاتو، عودة لمواكبة نشاط الصالون 15 للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري، وانطلاقا من الدور الطلائعي والحيوي اللي يطلع به القطاع الفلاحي والنهوض بالقطاع الفلاحي في تونس. حاب نقول لكم اللي تونس تستبشر خير بنزول الأمطار والغيث النافع وانطلاق موسم جني الزيتون وإنتاج زيت الزيتون التونسية. هذيك علاش اليوم نحاولوا أنه نواكبوا هذا الحدث الفلاحي الضخم اللي أكيد باش يعود بالنفع على الاقتصاد التونسي، على الفلاحة التونسية، وعلى مستوى دعم الاستثمار ودعم أيضا القدرة التنافسية للفلاحة التونسية. سعيدة جدا باستضافة الآن حيث ينضم إلينا في هذا البلاتو السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد إلياس حمزة. أهلا بك. أهلا وسهلا. شكرا على الحضور بحذنا. رحبوا أيضا على يساري بسيد عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين. أهلا بك. نهاركم دقلة وحليب ومعه العسل واللي معناها غذاء متكامل، لكن إن شاء الله بشرة خير وإن شاء الله أيام سعيدة للتوانسة الكل. ان شاء الله يا ربي توانسة الكل أكيد يستبشروا خير. عامين تقريبا معناتها كان ثم الجائحه الوباء هذا اللي اثر على العالم اجمع واثر اكيد على تونس من خلال ايضا القطاع الفلاحي اللي الانتاج نتاعو تراجع نسبيا، ثم اضطرابات صارت. لكن خلينا نبداو مع السيد الوزير اللي اليوم نتحدثوا على الصالون هذايا، الصالون نحبوا نعرفوا الاهميه نتاعو على المستوى المحلي والدولي، صالون الفلاحه والصيد البحري والالات الفلاحيه. شكرا. هو صالون سياما بصفة عامة هو كل سنتين، هي فرصة، هي أهم تظاهرة بالنسبة للفلاح، بالنسبة للآلات الفلاحية، بالنسبة للصيد البحري، هي أهم تظاهرة في تونس، ولكن زاد عندها أهمية على النطاق الإفريقي بحكم اللي هي التظاهرة الثانية في الميدان الفلاحي على المستوى الإفريقي، وعندها زاد بالطبيعة بالنسبة للمتوسطي والدولي. 36 بلد مشارك، أكثر من 400 عارض، هو حقيقة تظاهرة عندها قيمة، هي فرصة للفلاح التونسي والبحار مش يطلع على التكنولوجيات الحديثة. ما تعرفوا اللي الفلاحة التونسية عندها تحديات كبيرة من شح المياه، تغيرات مناخية وغيرها من التحديات في مستوى تنظيم هذا القطاع، سلاسل القيمة، الإنتاج، إنتاجية بصفة عامة. الحل بالنسبة لي نحن، الحل للنهوض بهذا القطاع هو التقنيات الجديدة، هو التكنولوجيا، وهذا كل سنتين بالنسبة لنا احنا هي فرصة مش نقدمه للفلاح كيفاش نجمو نطوره، كيفاش نجمو معناتها نغيروا أشياء، لا لشيء، لتحسين المردودية، لتحسين وضعية الفلاح اللي هو احنا نعرفوه عايش في وضعيات صعبة، صعبة لأنه معناتها يلزمه ينتج في وضعيات معناتها شح، في وضعيات اقتصادية صعبة، ويوفر مسؤولية كبيرة، يوفر الغذاء 12 مليون مستهلك تونسي، وهذيك هي أهم حاجة. هذيك هي السيادة الغذائية والأمن الغذائي. سيد الوزير أنت تحدثت على تحديات كبيرة اليوم تواجهها تونس، سواء كان على مستوى التغيرات المناخية أو أيضا التحديات اللي واجهها أيضا الفلاح التونسي، ثم صعوبة في الإنتاج، ثم أيضا صعوبة في الترويج وفي البيع، لأنه الأسعار اللي ممكن ينتج بها الفلاح باش توصل للمستهلك التونسي، ثم الوسيط اللي يدخل في حلقة الإنتاج واللي غالبا ما التكاليف تطلع، يقول لك أنا الفلاح نبيع بسعر لكن المنتوج يوصل دائما في السوق
غالي. هل الملفات هذه الكل المعروضة أمام سيادتك اليوم ملم بها، وكيف ستتعامل معها الوزارة في ظل يعني التغيرات اللي قاعدة تعيشها تونس أيضا؟ هو ملفات الكل باش نطرقولها بصفة تشاركية. الإدارة وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء بصفة تشاركية مع الاتحاد ومع كل المنظمات وكل شركائنا وكل أطراف. ومع العلم اللي احنا رانا مانيش وحدنا، احنا كان فما أسعار وأسواق خاطر عنا زادة معناتها أمور دولية وأسواق دولية اللي تضغط علينا، اللي هما مستلزمات الفلاح والفلاحة تضغط على السعر وعلى التكلفة. هذاك يخلي اللي الملفات هي ملفات معناتها صعبة ولازم نترقولها. طيب جدا، باش نجي معك سي عبد المجيد الزهر وباش نكمل في نفس السياق اللي تحدث عليه السيد الوزير، اللي قال انه تحديات كبيرة مطروحة على الطاولة، لكن باش تكون معناتها العمل عليها بالشراكة مع اتحاد الفلاحين. اتحاد الفلاحين اليوم هل هو ملم بكل الإشكاليات اللي يعيشها القطاع الفلاحي في تونس، وكيف يتعامل معها اليوم؟ لأنه حسب ما نشوف أنه ثم غضب كبير أيضا من الفلاح التونسي على اتحاد الفلاحين اللي يقول لك ما هوش قاعد يقوم بدوره على أكمل وجه. شنو رأيك؟ هو في الحقيقة معناها الصعوبات اللي قاعد يعاني الفلاحة هي صعوبات كبيرة وصعوبات متعددة الأوجه. يعني نلقاو أنه جانب منه التغيرات المناخية وتأثيراتها على الفلاح، كيما السنة نلقاو الجفاف، نلقاو معناها تأخر الأمطار. ثم زاد جوانب أخرى اللي هي معناها جوانب أنا ممكن نقول السوق، اللي هي معناها اليوم غلاء المدخلات، ولكن من غادي نقاو معناها زاد أيضا المستهلك ما هوش متقبل معناها باش أنه التكلفة تزيد ويحترم هامش ربح للفلاح، فيكون الانعكاس عكسي على الفلاح، وهذا زاد أيضا يزيد يضر الفلاح. كذلك يعني نلقاو انه وللاسف انا نقول الخيارات السياسيه اللي لحد الان لانها تراكم تاع عشرات السنين اللي خلات الفلاح وكانه في مرتبه اخيره من الاهتمام، يعني انه ديما ثم ضغوط، وهذا من نجم نقول انا من الستينات والسبعينات، يعني اللي اعطى الاولويه لقطاع الخدمات، اعطى الاولويه لغيرهم لرؤوس الاموال، ولكن الفلاح بقى دائما في اخر الاهتمامات، حتى انه لو انه نشوفوا الدعم معناها نقوه في قطاعات اخرى معناها كما الخدمات ولا كما معناها حتى التجاره او الصناعه، يعني يعد معناها بثلاثة أو أربعة أضعاف ما هو موجود للفلاح. والفلاح على قلتها وعلى ضعف الدعم وعلى ضعف معناها المرافقة، يعني وكأنه يعني نعتبرها صدقة أو نعتبرها حاجة ضائعة، وقت اللي هي استثمار الحقيقة للدولة، استثمار للمجموعة الوطنية في هذا القطاع، لأنه احنا تونس راهو أهم قطاع اللي ممكن أنه ينهض، أهم قطاع ممكن أنه يصمد أمام الأزمات هو القطاع الفلاحي، وشفناه سواء كان زمن الثورة أو شفناه معناه زمن الجائحة أو غيرها، معناه قطاع الفلاحي بقى صامد وبقى معناه هو اللي أكثر اللي أمن الغذاء متاع التونسي وما خلاش التونسي ينقصه حاجة، ولكن أكثر من هذا فبقى أكثر القطاعات معناها دخلا معناها للبلاد من معناها من التصدير من غيرها، فبقى معناها بالتالي هو القطاع اللي المفروض انه هي الصعوبات هذه. معناها بالطبيعه الفلاح يعتبر انه الاتحاد هو اللي مثله هو اللي بعد يعني ما يدفعش عليه اليوم. نعم. يقول لك الاتحاد ما يدفعش عليه، خاصة إذا كان أنا نشوف مثلا تم تسعير سعر البيض
في البيع 980 مليم. أنه راهم ما هوش بيد الاتحاد، مش الاتحاد هو اللي يسعر ولا الاتحاد وحده، هي ثم جهات أخرى اللي هي الحكومة. نعم. ولكن احنا حتى كي نتكلموا التفاعل إلى أي حد، وهذا دور العمل النقابي، النجم نطلبه احنا معناها سواء كان في السقف تاع مطالبنا أو في التكرار والمدة، ولكن هل ثم استجابة ولا لا؟ هنا ثم التفاعل، لأنه بالنسبة زاد للجهات الرسمية والحكومية تعتبر أنه عندها دوتر كونترانت، عندها معناها ضغوطات أخرى من نوع ماذا نجي تقول لك الأسعار لا بعث الآن على المستهلك، فمعناها بالنسبة لها يكثر عليها الضغط منكم أنتم أيضا زاد الإعلاميين، معناها هاو شعلة النار هاو 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 هاو، يولي معناها المسؤول يولي يضغط ما يحبش يسمعنا. هو الإعلامي يتحدث على الواقع. إي لا ما يحبش يسمعنا. نشوفوا معناها أنا ما قلتش راكم غالطين، ما قلتش ضغط. هو الضغط هو هذاك هو دورنا معناها. ما نحبوكم احنا كي تضغطوا اضغطوا بعدل، معناها كيما تضغط تقول انه المستهلك راهم معناها غلات عليه، زاد ما يلزمش الفلاح يخسر، ما يلزمش الفلاح زاد ايضا يولي يدخل. مهم جدا هو هذا اللي حشتنا به احنا، يعني كيف نقيم التوازن. اليوم باش نلقاو رواحنا في وضعيه خاصه مع الاجراءات الاستثنائيه اللي قاعده تعيشها تونس اليوم، ممكن تصير يعني معناتها تحديد في برشا اسعار نتاع منتوجات فلاحيه، كيف ستتعامل نعم معها؟ هنا التحديد اللي احنا كاتحاد فلاحي. نعم. التحديد اللي نحبوه احنا يكون عادل. اش معناها عادل؟ لانه مفروض انه نعمل ستركتور دو بري، هيكله الاسعار، ونتفق على هامش الربح. مش مشكل هامش الربح انه نضغط عليه، انه نقصوا فيه نتيجه ظرف، نتيجه مده، نتيجه كذا، هذا ما فيش مشكل. ولكن اللي ما يتقبلش انه الفلاح يخدم بالخساره، لانه اذا كان الفلاح وصل يخدم بالخساره راهو يولي ثم تهديد للمنظومه، تهديد للانتاج، تهديد معناها في انه باش ننجو، وقتها ما نلقاوش لا شنو باش نسعروا ولا شنو باش ناكلوا، هذيك الاشكال وين؟ ندخلوا معناها في مطب اللي هو اختير رياس، واللي احنا الان واللي نحب نبالوا هذا حكينا على جانب الاستهلاك وجانب الفلاح، ولكن راهو ثم ابعاد اخرى مهمه جدا، لانه احنا مطالبين بانه معناها نمي انتاجنا، انه نعطي الحزمه الفنيه باش تكون البرودكتيفيتي معناها الانتاجيه نتاعنا اكبر، لانه احنا ما حشتناش فقط لتامين الغذاء في تونس، انما حشتنا بانه الفلاحه تكون هي بعد اقتصادي ويدخل العمله الصعبه لتونس، بالتالي تنميه الاقتصاد احنا هذا اللي نخدموا عليه، يلزمنا نتجاوزوا التفكير نتاع تأمين الغذاء في تونس، لا هذا يلزم يكون من تحصيل الحاصل، ولكن احنا الآن يلزمنا نخدموا على انه الفلاحة راهي بعد اقتصادي وقارب نجاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، هذا راهو اللي يلزمنا نخدموا عليه. أكيد. ولكن هذا زاد أيضا خليني نكمل مش في هذا فقط، لأنه احنا زاد أيضا نعتبر الفلاحة ذات قدرة تشغيلية كبيرة، ما زالت عندنا إمكانية في تشغيل شباب تونس الكل، ولكن شباب تونس ما يمشيش القطاع خاص، وهذا لا يلزم زاد ايضا الدوله والحكومه تفكر فيه في انه يكون قطاع مربح للمنتج حتى يشغل الشباب. طيب جدا سي عبد المجيد زار، انا بربي نحب نقدم معناتها نداء للقائمين والمشرفين على هذا الصالون، يتم التخفيض على الاقل في مكبرات الصوت باش نجموا احنا نسمعوا بعضنا، لان في بث مباشر وما احناش منجمين نسمعوا بعضنا بالكدا، رجاء اذا كان اكيد هما في المتابعه ايضا يتم التخفيض في مكبرات الصوت، لانه قاعد يقلق على الاقل في البلاتو لهنا من عشي اذا كان الصوت واصل والا لا للمشاهد التونسي. باش نرجع معك سيد الوزير، التحدي الاكبر اليوم هو كيفيه التحكم في الاسعار، المنتوج من اللي يخرج للفلاح للي يوصل للمستهلك، المستهلك اليوم يتذمر يقول لك من غلاء المعيشة، وغلاء المعيشة ممكن نقولوا قفة المواطن التونسي، شنو يحط المواطن التونسي في القفة متاعه؟ ذولي أقل حاجة اليوم يلزمك 30 دينار باش تعبي قفتك بالخضرة فقط، إذا ما تحدثناش على الغلال.
هذا اكيد مطروح عندكم. اذا كان اليوم باش يتم يعني تسعير بعض المنتوجات او التحكم في بعض المنتوجات سواء كان اللحوم او البيض او الدواجن او غيره، اكيد باش يلقى معارضة من الفلاح التونسي. هل حضرتوا استراتيجية للتعامل في هذا الملف تحديدا، اللي هو كيفية التحكم في الأسعار، كيفية أنه الفلاح يكون رابح، والوسيط اللي غالبا وين الحلقة متاع الانتاج غاديك وين تغلى؟ شكرا. احنا في هذا الموضوع الاشتراك بالطبع مع وزارة التجارة، المبدأ الأول هو كونه كما قال السيد الرئيس، احنا ما نسمحوش مش الفلاح في آخر المطاف يكون خاسر، لأنه هو أداة الإنتاج. المبدأ هو سهل، ما فيش استراتيجية، هو سعر التكلفة يبدأ واضح، وعلى سعر التكلفة فما إضافة هامش الربح، وهذا بالنسبة لكل المواد. هذايا هو طريقة العمل، واحنا بالطبيعة هي سلاسل قيمة، فهمني، اما نضبطوا فيها. واحنا في المنظومة ككل، منظومة الانتاج وتوصل حتى المستهلك، احنا ما نحبوش نخسروا الفلاح والفلاحة التونسية بالطبيعة، خاطر يلزم في اخر يكون معناتها يلقى مربوحه. وفي نفس الوقت كما قلت لك 12 مليون مستهلك ينجم معناتها يلقى اسعار معناتها معقوله. سعر التكلفه وعليه هامش معقول، هذاك هو المبدا العام، ما فيه حتى شيء. بالنسبه لبعض المنتوجات، تونس معناتها على امتداد سنوات تنتج الخضروات وتنتج الغلال ايضا. نلقاو اليوم في تونس برشا غلال قاعده تجينا من الخارج، برشا زاده خضروات قاعده تجي من الخارج، يعني يتم توريدها. هل سيتم مراجعة عملية التوريد وتوريد المنتوجات الفلاحية تحديدا، أو كيف ستتم العملية؟ هو دائما توازنات. هل هناك اتفاقيات مع الخارج في هذا؟ لا، ما فيش اتفاقيات، هو توازن على مستوى ما بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، على أساس هو يلزم السوق يكون دائما معناتها المواد تكون متواجده. ما فيش داعي مش ان احنا نكونوا نوردوا مواد اللي هما موجودين في تونس، ما فما حتى سبب، بالاخص كيف يبدا متوفر، كيف يبدا فما الوفره، ما فماش علاش مش ان اليوم تونس تستورد في البطاطا. كان استورد البطاطا على خاطر الكميات ماهيش كافيه، لا اكثر ولا اقل. نجموش نوردوا بطاطا وهي البطاطا متوفرة بالكميات الكافية. طيب جدا. آخر سؤال باش نختم معاه على مستوى اللحوم الحمراء والبيضاء. اليوم تقريبا سعر يعني سعر العلوش، معناتها نتحدثوا على العلوش التونسي، يوصل 31 دينار، رغم انه في بعض المناطق معناتها ب 24 ب 25 دينار. علاش نلقاو يعني اختلاف يعني في الـ في الـ في الاسعار في من منطقه الى اخرى؟ من يتحكم اليوم يعني في الـ في الاسعار لهنا؟ والله تسال فيها في سؤال، من يتحكم هو الفارق حقيقه. انا ما نجمش الفارق في الأسعار ما بين جهة وجهة، ولا ما بين ولا السعر مختلف، يعني ما نلقاوش تسعيرة واضحة. سعد مجيد الزاري إذا كان توافقني، هو مش مسعر، هو عرض عرض وطلب. للعرض والطلب، عرض وطلب، هو عرض وطلب وما فيش تسعير. ألن يتم ولكن تسعيره؟ في نفس الوقت فما سعر التكلفة، الأعلاف معناتها وصلت إلى مستوى عالي. صحيح. وصلت مستوى عالي معناتها نتيجة سعر دولي نورده
ونتيجة تغيرات مناخية وقلة الأعلاف في تونس خلت معناتها مستوى التكلفة بصفة عامة ارتفع. عندك إضافة نجم تقول هنا سعد مجيد زار في هذا؟ احنا معناها راهو السعر 31 دينار العلوش راهو ما هوش متداول ومش هذا اللي موجود في السوق. بالعكس برشا مناطق موجودة في بعض بلايس اللي هي معناها الناس تخدم على المظهر على كذا، ولكن ما هو متداول. انا نحكي على ما هو متداول في البلاد الكل، معناها ماهوش قاعد يفوت ل 25 بل انه يهبط حتى ال 20. احنا هنا توا في الصالون قديش؟ 21 20. طيب. يعني ماهوش متداول، المتداول في اقصى الحالات 25. معناها باش نبداو زاد ما نهولوش ونفجعوا العباد، لا معناها 31 هذا ديزكسيبسيون ممكن في بعض الاماكن اللي تعتبر ما نعرفش راقيه ولا كذا، ما هو متداول في البلاد راهو ما يفوتش ال 25. هل يمكن تحديد السعر؟ هو احنا ما احناش مع تحديد ولا تسقيف الاسعار، لانه راهو حتى اذا كان غليت في فتره راهو باش تجيب معناها بعدها وما تدومش، الغلاء لا يدوم، لانه بالنسبه للسوق راهو يعدل نفسه بنفسه، معناها بل بالعكس عنده لي توندونس باش يبدا الاسوام طايحه، وعنده معناها لانه عندنا احنا انتاج، رانا نفتخر بانتاجنا، ولكن احنا ساعات الانتاج هو عنده مردود سلبي على الفلاح، لانه كثرة الانتاج يولي معناها يتضرب الفلاح في السوق. طيب جدا، شكرا لك سي عبد المجيد زار، شكرا لك سيد الياس حمزه. باش نمشيو نواصلوا معنا زميلتنا زهره فضلي في ربط مباشر من هذا الصالون، باش نشوفوا من خلالها منتوجات فلاحيه اخرى موجوده في هذا الصالون. وكما قال سي عبد المجيد زار، يعني سعر اللحم العلوش موجود اليوم في هذا الصالون ما بين 21 و20 دينار، يعني فرصه التونسي باش يجي يشري من هنا من المنتج للمستهلك. تفضل زهرة، شنو تنجم تقدم لنا كإضافة من خلال الموقع اللي أنت متواجدة فيه الآن؟ مرحبا بك مجددا فاطمة، ومرحبا بكل متابعي القناة الوطنية، وفي مواصلة جولتنا داخل الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري. نحن تو موجودين في الركن الخاص بالمركز الفني للقوارص اللي شارك في المعرض هذا للتعريف بمختلف الأنشطة نتاعو. معنا سي معز الهادي مهندس فلاحي بالمركز، باش يعطينا اهم الانشطه نتاع المركز الفني للقوارص. مرحبا بك سي معز. مرحبا بكم في الجناح نتاعنا. دونك احنا كما قلت انت عندنا الانشطه كل ما يخص مجال القوارص من الناحيه الفنيه، معناها كل ما يخص تقنيات الانتاج، زراعات، كل شيء. احنا معناها خذينا الجانب هذايا وركزنا معاه معناها بالتعاون مع البحث العلمي، بالتعاون مع المهنه، باش معناها نبسطوا المعلومه للفلاح، نوصلوا له المعلومه معناها الفنيه والحزمه الفنيه اللي تخص مجال القوارص. معناها كانشطه مثلا نجم نسمي لك معناها هذوما تكوينها نشريات هذوما. نعملوا المطويات هذوما الفنيه، معناها اللي هي معناها تبسط المعلومه للفلاح. معناها ندخلوا زاده في مجال التكوين والتأطير نتاع الفلاحين نتاع المنتجين نتاع الفنيين زاده في مجال القوارص. هذوما بصفه عامه معناها زاده ندخلوا التقنيات الجديده. معناها عندنا بحثنا زاده معناها شركه خاصه معناها يسميوهم هكا الستارت اب. لا ما تعطينيش اسامي. اي الستارت اب معناها تخدم على مع الاقتصاد في مياه الري، معناها يتعاون فينا في المجال هذا. هذوما بصفه عامه المهام العامه للمركز الفني. نحن باش نزيدوا نفهموا اكثر الانشطه نتاع المركز الفني ومشاركته، معنا السيده نبيها المطوي مهندس عام ومسؤول على وحده تطهير السلالات. مرحبا بك مدام نبيها. اولا ايش معناتها تطهير السلالات وشنو الهدف من المشاركه نتاعكم؟ شكرا، يعطيكم الصحه. تطهير السلالات هي كيما اسم على مسمى، تطهيرها باش نحيوا حاجه، باش نحي منها بالنسبه لنا احنا في النشاط نتاعنا تنحيه الامراض الفيروسيه. علاش؟ بالنسبه للفلاح نعرفوا اللي الامراض الاخرى فيها طريقه مداواه،
فيها دي بيستيسيد، فما دويات نجم اون بو تريتي، اما بالنسبه للامراض الفيروسيه واشباه الفيروسات ما فماش مداوات. دونك عندنا طريقه مخبريه تمكننا من ازاله الامراض هذه اللي هي التطعيم القمي تحت المجهر، يعني دونك فما تقنيه نستعملوها باش نحيوا الفيروسات هذوما، من بعد نسلموها للفلاحه خاليه من امراض الفيروسيه ذات جوده عاليه. الاهداف نتاع البرنامج هذا زاد عنده اهداف اخرى أباغ معناها نحيو إزالة الأمراض الفيروسية، هي إدخال أصناف جديدة اللي منهم تشوفوا فيها تو في الأسواق نيوهول والفاريتي الوقين، وفما إدخال أصول متحملة للأمراض خاصة منها تو اللخيان في المختصين في القوارص يعرفوا مرض التدهور السريع تريستيزا اللي هي آفة مخ خطيرة جدا، معناها متسبب في إتلاف العديد وكمية عديدة من الشتلات. دونك علاش نحن نستعملوا الأصول هذه اللي تخول فما كومبينيزون هي متحملة المرض هذا. وفما نقطة مهمة هنا نحب نعرج عليها بالنسبة للفلاحة، اللي راهو الأرنج مطعم بالأصناف اللي توا موجودة المحلية مالتي ولا غيره راهي كومبينيزون تري سنسيبل، يعني حساسة جدا للمرض هذا. علاش نحن نشجعوهم باش يستعملوا الأصول هذيا؟ راهي أصول نعرفوا اللي الكاركتيرستيك مش كيما الأرنج، ولكن لازمنا نستعملوها باش نحمي باش نحافظوا على المزارع نتاعنا. سيدة نبيها تو أنت قلت يعني هذوما الأصول اللي تحكي عليهم الكل، أكيد أنتم في مشاركتكم في صالون الدولي للفلاحة أنه الفلاح يجي يتعرف على الأصول هذية يشتري ما عندكم وإلا تعرفوا بها ولا كيفاش يصير؟ يعني المواطن عادي هل أنه يهتم للأصول هذية وإلا كوش الفلاحين في الصالونات كما هكا أنهم يحضروا ويتابعوا ويشوفوا شنو عندكم جديد من في المختبر نتاعه؟ والله هو المواطن العادي كان عنده يأي معناها يتعامل مع القوارص يعني الحمضيات يفهمها شنو هي اكزاكتومون، اما جينيرالمون جيونا البيبينيريست اصحاب المنابت والمزارع اللي عندهم القوارص واللي عندهم الاشكال نتاع المرض هذايا، ولا كان سمع به ولا يخاف منه ولا عنده اون بلونتاسيون جديده يحب معناها يركزها يعمل بلونتاسيون في المزرعه نتاعو، دونك يجي نحن ننصحوه نوجهوه. ولكن بالنسبه للمشاتل معناها الاصول هذه جينيرالمون تلقى في انستيتيوسيون معينين نحن ننصحوا باش يمشيوا ياخذوا منها. ولكن ما ننساوش بالنسبه للسي تي ا رانا صدد تركيز حقول بذور تنتج كنا قبل نجيبوه من برا، توا ولا ولينا البرنامج من مهام المركز الفني هي انتاج البذور معناها تركيز وانتاج بذور للاصول هذه باش من بعد في عام ولا عامين يكون الفلاح نحطوه على ذمه الفلاح اصحاب المنابت باش ينجموا يتزودوا من البذور هذه وما يقعدش يلجؤوا للبرا، معناها كمام ان اوبيراسيون كي ديليكا. يعني نشاطكم في حدود داخل ارض الوطن والا عندكم نشاطات خارج قاعدين تصدروا والى لا؟ نحن لا رانا ما نصدروش، نحن باكيج تكنولوجيك يعني نحن نصدروا التقنيات. اوكي؟ يعني نعطيو المعلومه ناخذوا زاده من البحث ونبسطوها ونمدوا بها الفلاح، معناها دو فاسون تخي سامبل، باش هكاك هو ينجم يستعملها في الحقل نتاعو ويعطي انتاجيه ما احسن، دونك نحن نأطروا الفلاح، دونك نحن في خدمه الفلاح اون فان كونت، خاطر انت تعرف البحث العلمي فيه دي ستاتيستيك فيه حاجات سيانتيفيك، نحاولوا نحن نعاودوا نأقلموها للمحيط في الفلاحه ونعطيوها نبسطوها بالقيام بايام اعلاميه، ايام تنشيط في الحقل بيان سور، باش نمدوها مبسطه للفلاح، ننصحوه ونقولوا له الصنف هذا، الاصل هذايا، الكومبينيزون زاد حتى الكومبينيزون خاطر انت والريجيون فما دي زون لازمها كومبينيزون معناها اصل وصنف معين في ريجيون واحده اخرى، معناها فما نصيحه نحن المهم عندنا هي توصل معلومه مبسطه للفلاح باش نعاونوه باش يكون عنده نتيجه ونتائج طيبه. كالعاده نحب باش نسالوكم على الاقبال، وتعرفوا لهنا قريب موسم القوارص البرقدين والميدالينا، الاقبال نتاع الفلاحين هل انكم البارح شهدتم اقبال؟ فما اهتمام من الزوار خلال البارح واليوم اصبح؟ والله هو البارح ماهوش ريفيرونس على خاطر افتتاح ماك تعرف، مي كومام جاونا فلاحه حتى من برا جاونا خاطر انتيريسي كي شافوا الاصول هذه، حكينا على الاصول، حكينا على البرامج اللي عندهم، اسكو فما التكنولوجي اللي نحن نستعملوها في المخبر نتاعنا مثلا نتاع زراعه الانسجه موجود ولا، دونك هما بيدهم انتيريسي، دونك هي حاجه يحسوها جديده ولكن هي ماشي جديده على شال انترناسيونال موجوده، ولكن نحن قاعدين نبسطوا فيها باش نمدوا بها دو فاسون تري سامبل لفلاحتنا وحتى لي
ليتيديون تاعنا البارح جاونا دي زيتيديون ويحبوا يعملوا تربصات عندنا باش خاطر هذا سي لو فيتور دو لاغريكولتور دو لي زابروتي هذا خاطر حتى الاشجار المثمره زاد كيف كيف نحن قايمين بالنشاط هذايا مع القوارص ونحاولوا نمدوا الفلاح بالاصحاب المنابت والفلاح ان شاء الله بشتلات ذات جوده عاليه ومثبته خاليه من امراض فيروسيه واشباه الفيروسيه. شكرا لك سيده نبيهه فاطمه. وكان نحب نشوفوا قاعدين نشوفوا في حشرات ايضا معروضه في الركن الخاص بالمركز الفني للقوارص، نحب نعرفوا شنو دورها فيش تعمل. الكل معنا السيده سلمى بن رمضان رئيس مصلحه حمايه النباتات بالمركز، مرحبا بك. يعيشك مرحبا بك. مدام سلمى، حشرات قاعدين نشوفوا فيها هذه شنو دورها فيش يعني فيش تتمثل بالضبط؟ هذه اون فيت نستعملوها في عنصر المكافحه البيولوجيه، واللي هي معناتها الانتيغي نتاعها شنو هو؟ كونه باش نعطيو ثمار ذا جوده خاليه سورتو من الرواسب ومشكله الرواسب تاع المبيدات، دونك باش نستغناو على المبيدات هذيا نستعملوا الحشرات النافعه اللي هي تنجم تكون مفترسه كيما هنا الكريبتولاميوس اللي هي هذيا الكوكسينيل هذيا اللي هذه مفترسه للكوشني فارينوز. كوشني فارينوز اللي هو البق الدقيق اللي يضرب البرقدين وبرشا انواع اخرى نتاع غيلات، نجم يكون مفترس كيما هذا المشروع هذا توا عندنا معناتها حاضر. وفما الطفيليات كيما دياكاسمي مخفى لونجيكوداتا كانت نجم تشوف في الحكه هذيك كالصغار هذوكم، هذوكم طفيليات يطفلوا على اليرقات دونك يخلصونا من هذيك اليرقات السيراتيت لا موش ميديتيرانيان دي فخوي اللي هي ذبابه المتوسطيه الفواكه. دونك هذا مشروع جديد انطلقنا فيه ان شاء الله. فما ان اوتر بروجي على المفترسات نتاع القرديات اللي هو لاكاريان، مشروع جديد في حيز التطوير ان شاء الله في القريب العاجل نتوصلوا للستابيليزاسيون. مدام سلمى باش نسالك في المشروع هذا الفلاحين يجيو ياخذوا الحشرات هذه بالذمه كيفاش يستعملوهم؟ بالنسبه للكريبتولاميوس ديجا استنسوا بها الفلاحه اللي عنده سيرتو البيولوجيين يجي ويعملوا طلب في المركز ومدعمه هذه معناتها الدوله مدعمتها معناتها بسوم رمزي ب 50 ملي من الكعبه معناتها كي تجي تشوف انت باش تقارن ما بين المكافحه الكيميائيه ومكافحه بيولوجيه حتى في السوم معناتها ما سنا غيان افواغ هذوما يتسماو بلاش فلوس قدام الدويات. وهذا كله الدوله قاعده تشجع في عنصر المكافحه البيولوجيه اللي هو يستحفظ على صحه العباد وعلى الحشرات النافعه كيما النحل وكل شيء والبيئه والمحيط معناتها ما فيه كان ديزافونتاج معناتها للسيكتور اون جينيرال. يعطيك الصحة مدام سلمى. وكما تشوفوا فاطمة قاعدين أيضا نحن نكتشفوا في حاجات جديدة تعنى بالقطاع الفلاحي، وأكيد حتى الفلاح اللي يعرف الأنشطة هذه المواطن العادي زائر اللي كيفنا ينجم أيضا يكتشف على شلاه ويعرف قيمة الحشرات البيولوجية في القطاع الفلاحي. ومزيد من هنا نعطيكم الكلمة فاطمة في انتظار نقطة خارجية أخرى في ركن آخر زيدوا نكتشفوا من خلاله أنشطة فلاحية أخرى. شكراً. وأعيد لك الكلمة فاطمة. شكرا لك زميلتنا زهرة فضلي، يعطيك الصحة. كل مره باش نلقاوك في ستون في ركن الكل يختاروا متابعتنا من خلالها انه بطبيعه عفوا 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 محرز معانا نحكيو على التقلبات الجويه اللي هي ذات فعاليه حتى الناس اللي ممكن جايين المعرض بشويه قاعدين يلاحظوا في تساقط الامطار بشكل كبير في اقليم تونس الكبرى، انما ممكن فما جانب انذاري فيما يتعلق بالنشره الجويه نتاعنا اليوم، هذاك علاش نشرتنا هي على الطاير. كما قلت انت الجانب الفلاحي والمجال الفلاحي هو يتاثر بشكل كبير بالمعطيات الجويه، واكيد حتى الفلاحه فيما يتعلق بالبرمجه نتاعهم بالاعمال نتاعهم راهم كل البرمجه هي ترتكز اساسا على مختلف التصورات وتطور العناصر الجويه كما درجه حراره كما التساقطات، انما التدخل نتاعنا باعتبار انه نشرتنا هي انذاريه. علاش؟ على خاطر منذ ال 24 ساعه الفارطه منذ يوم امس كنا معنيين بنزول امطار بكميات كبيره جدا بجهه الوطن القبلي، هنا نحكيو على الامطار اللي وصلت ل 101 ملم في الهواريه 90 في ابن خلاد 70 بالنسبه لمنزل بوزلفه، ونتوقعوا كونه خلال الساعات القادمه فانه نزول الامطار باش يتواصل بدرجه اولى في جهه الوطن القبلي في جهه الساحل في سوسه في المنستير
في المهديه، هذاك علاش من باب التاكيد نعاودوا نسميوا الولايات نابل سوس المنسير المهديه قد تشهد فيها نزول الامطار بكميات قد تتراوح ما بين 30 ل 50 ملم وتوصل محليا لل 80 ملم. هنا نذكروا كونه فما تحذيرات فيما يتعلق بامكانيه تشكل السيول، ارتفاع منسوب المياه في المنطقه المخضره، خصوصا انه المعروف على ولايه نابل اللي هي متشعبه هيدرولوجيا، هذاك علاش الناس اللي تابع فينا من خلال شاشه القناه الوطنيه نقول لهم راهو نحاولوا نبعدوا عن المناطق المنخفضه، تزامن نشاط السحب الرعديه قد يرافقوا تساقط التبروري في اماكن محدوده، هبات ريح قويه، هذاك علاش فما جانب تحذيري يهم الملاحه والصيد البحري، كما فما فلاحه في البر فما فلاحه في البحر، وخينا البحر نقول لهم اليوم ما يغامروش باعتبار انه البحر يكون شديد الاضطراب في سواحل ولايه نابل، سوسه، المنسير، المهديه، صفاقس، قابس ومدنين، وتقلبات جويه نتوقعوا كونه باش تبقى متواصله ومستمره الى يوم الغد ان شاء الله. تقريبا كل المناطق الساحليه هي معنيه بنزول الامطار، هذا ممكن لنلخصه فيما يتعلق بحاله الطقس، انما تفاوت في كميه الامطار، تقريبا غزرت الامطار تهم درجة اولى المناطق الساحليه الشرقيه ولا الشماليه الشرقيه كما اجزاء من تونس الكبرى، نتوقع كونه بعض الامطار المتفرقه قد تنزل غدوه في عدد من معتمديات الوسط الغربي اللي هي تابعه لولايه القاسرين، والنجم نقولوا كونه رسميا باش نوضعوا التقلبات الجويه والاضطرابات الجويه بدايه من نهار الجمعه، نهار الجمعه نهايه هذا الاسبوع السبت والاحد تقريبا الحدث مش باش يكون فلاحي باش يكون ثقافي واللي هو ايام كارتا السينمائيه، اللي عنده برنامج الويكاند نجم نقولوا كونه يتوكل على ربي، نجم نخرجوا صغيرات ونبدلوا شويه الجو بشويه بشويه، المعهد الوطني للرصد الجوي يشارك ايضا في المعرض هذا من خلال ستون اللي تنجموا تاخذوا فيه فكره على كيفاش تصير عمليه اعداد التوقعات الجويه على الخدمات اللي امنها المعهد الوطني للرصد الجوي، والشعار اللي يشارك به المعهد هو كونه المعلومه الجويه للفلاح ضروريه كمش ياسر شويه، وديما نقولوا كونه التلفزه الوطنيه هي في الموعد في التغطيه فيما يتعلق بكل تطور الوضع الجوي، لو كان لخصوا التدخل بتاعنا راهو تدخلنا هو انذاري فيما يتعلق بغزاره الامطار، بجيت الوطن القبلي سوسه المنستير المهديه، ان شاء الله تكون امطار اهداء وخير على بلادنا كما يستبشر الفلاح بالغيث النافع، حتى المواطن العادي يستبشر بالغيث النافع، فربي يرحمنا وربي يعطينا كل شيء بلطف. حرز الحقيقه كنت ننتظر لانه باش تجيب حذيه لهنا للبلاتو، يا اخي مشيت بحذا زهره، على كل ننتظرك بحذينا زاده تنجم تلتحق بنا هوني في البلاتو وين يرجع بحذينا ضيوفنا سي حمادي ابو بكري، مرحبا مره اخرى سي حمادي. ومرحبا بك ايضا سي عبد الخالق عجلاني، مرحبا مره اخرى. باش نكملوا نحكيوا في برشا تفاصيل، هو كل مره باش نتنقلوا في المعرض هذا باش نحاولوا على الاقل نكونوا تغطيه صوت وصوره باش تشوفوا على الاقل الكواليس شنو ثم بالضبط منتوجات فلاحيه، شفتوا زيت الزيتونه، شفتوا التمور، شفتوا ايضا القوارص، معروفه تونس بانتاجها للقوارص وجوده الانتاج خاصه، وماذا بيا زهره وقت اللي تتنقل مره اخرى تمشي الفلاح تونسي او عارض في هذا الصالون تحاول انه تقدم سؤال من خلال هذا العرض ينجم يكون هو يطرحه على رئيس اتحاد الفلاحين كصفتهم جهة منظمة، أو أيضا سؤال ينجم يقدموه المسؤول في الدولة باش نحاولوا نعرفوا الإشكاليات الحقيقية اليوم اللي قاعد يعاني منها الفلاح التونسي. صحيح الإنتاج وافر، صحيح الإنتاج عنا صابة معناتها إن شاء الله يا ربي معناتها تعود بالخير على تونس، خاصة إذا كان معناتها يتم يعني تسويقها وترويجها وتصديرها للخارج، لكن أكيد ثم برشا صعوبات وعراقيل، وهذا اللي همنا أنه نحاولوا نطرحوا الملفات اللي في علاقة بالوضع اللي يعيشه الفلاح التونسي اليوم. صحيح صالون ضخم، صالون فلاحي كبير، راهو الأسعار بالحق تفاضلية، ندعو الناس الكل معناتها باش تجي تزور المعرض هذايا لانه الاسعار تفاضليه على مستوى البيع تقريبا اقل ب 20 30% من اللي موجود في السوق البرا. هذاك علاش احنا ماذا بينا نزيدوا نتحدثوا مع سي حمادي. سي حمادي نستبشر قلنا بالمطر وبالخير، وانت مكلف يعني بالموارد المائيه صلب اتحاد الفلاحين، يعني نجم نقولوا معناتها ثم الشح في المياه وثم تغيرات مناخية، كيف يتعامل معها الفلاح؟ كيفاش الفلاح اليوم ينجم ينتج وقت اللي تقعد المطرة تصب يعني معناتها من موسم الآخر والكميات ضئيلة وضئيلة جدا؟ شكرا. صحيح اليوم تقريبا السدود لم تمتلئ، يعني لم تمتلئ إلى حتى الآن عندنا حوالي 29% من امتلاء السدود لحدود هذا اليوم. التغيرات المناخية في تونس أصبحت معطى صحيح ومعطى على أرض الواقع. اليوم احنا كاتحاد تونسي الفلاحة والصيد البحري
عملنا خطط عديده مع الوزاره انه كيفاش نجموا نرشدوا استهلاك الماء في ظل ندره المياه، لانه يعني وقت اللي يقولوا ندره المياه راهو الماء ثمين. ناس بكري كانوا عندهم مثل يقول لك المال قوام الاعمال. اليوم تو في العالم الثالث هذايا في السنوات هذيا الماء قوام الاعمال، لانه بلاش ماء ما تنجمش حتى شيء، بلاش ماء ما تنجمش تشرب، بلاش ماء ما تنجمش تنتج فيه. هي التغيرات المناخيه سي حمادي يظهر لي التاثير نتاعها على العالم اجمع، لانه ثم تغيرات مناخيه بطبيعه هو نحن في ماناش في منع عليها، احنا العالم كامل في التغيرات المناخيه. كيف ستتعاملون معها على مستوى ترشيد الاستهلاك نتاع المياه؟ احنا قاعدين عاملين حلقات ارشاد داخل الاتحاد المنظورين في كيفيه استغلال وترشيد المياه. شنو تنجم تقول في العمليه هذه في ترشيد استهلاك المياه؟ شوف كيف تتم العمليه؟ اولا الساعه الفلاح ما يلزموش يفي الماء ياسر، يحافظ على الماء السايب، والا كاناليزاسيون مكسره والا حاجه داخل الضيعه نتاعو، يلزم يحاول قدر الامكان يستحفظ عليه. والنبته اذا كانت تستهلك 10 لترات ماء من المفروض ما يعطيهاش 15 ولا 20 لتر ماء، وبالتالي هذاك يدخل في اطار الترشيد اولا استهلاك الماء، وزاد الترشيد مصاريفه هو كفلاح. عملية الري والسقي، عملية الري والسقي كيفاش تتم؟ يعني ثم أوقات معينة، ثم ناس كما تحدثت أنت قلت تستهلك 10 يعطيها 15، يعني ثم أوقات خاصة في الصيف أوقات حارة برشا ماذا به الفلاح ما يسقيهاش، لأنه حتى الرطوبة تلقاها منخفضة برشا ودرجة الحرارة مرتفعة، وبالتالي حتى طو دو فابوراسيون تاع الماء فيسع يتبخر. نحبذوا انه العشيه وفي الليل يسقي خير من يسقي في القايله، هدر للماء وهدر للطاقه المائيه والكهربائيه نتاعو. على ربما على الموضوع هذا احنا عندنا فضاءات تاع مياه وكلهم فيهم ندوات في المعرض على ترشيد استهلاك المياه. احنا ما احناش الفضاء نتاع المياه، انت بحذينا لهنا، اعطينا اكثر تفاصيل شنو نجموا نلقاو غادي. شوف الغادي بكلنا هو معناها امور توجيهيه، نوجهه في الفلاحة، نوجهه في الزائرين، وراه ما هواش الماء يكون كان محطوط على عاتق الفلاح هو اللي باش معناها يستعمل ترشيد المياه. اليوم يلزم المجموعة الوطنية حتى داخل المنازل لابد أن يكون هناك ترشيد للمياه، لأنه الماء يشمل الناس كل. جدا. هل هناك آلات أو تقنيات حديثة عصرية تنجم تساهم في عملية ترشيد استهلاك المياه يتم اقتنائها من طرف الفلاح وتعاونوا باش على الأقل حتى في عملية التخزين أيضا؟ شوف ثم نعطيك، ثم عندنا بعض فلاحة عاملين معناها مناطقهم بما فيهم سي عبد الخالق ري قطرة قطرة، وما لا يمشي لا يتحرك، كل شيء بالالات يخدم فيه في الضيعه نتاعو، امور مريق يعطي في الماء بوقته، ولا معناها كل شيء بالاورديناتور قدامه يخدم. هذايا التقنيات هذه عند الفلاح البسطاء ما ينجموهاش لانها مكلفه شوي، وما ثماش تشجيع من الدوله في حد ذاتها حتى على انه نمشوا في الاشواط هذه. الاول ثم موضوع ثاني نحب نعرج عليه، وان شاء الله سيد وزير الفلاحه الجديد انه يعمل عليه. احنا نخدموا على استراتيجيات وطنيه، يلزمنا اليوم نعملوا حد لضياع المياه في المناطق السقويه العموميه اللي هي تمثل خطر كبير. يقول لك في الفلاحه تستهلك 80% من الموارد المائيه، وقت تجي على ارض الواقع تلقى 50% ضايعه و30% عند الفلاح. الصونات زاد كيف كيف، عندها شبكات الري اكثر من 3000 كيلومتر، شبكات متهريه، وبالتالي اليوم لابد انه نعاود تاهيل مناطقنا السقويه في الجهات حتى تلعب دور، اولا الدور الرياضي نتاعها، واذا كان ثم مناطق سقويه ما عادتش عندها جدوى يا خويا هات نسكروها ونرتاحوا منها على الاقل، ونخدموا معناها في عوض باش نخدموا 23000 هكتار يا خويا، نخدموا 15000 هكتار عندها جدوى مرتفعه. اخي ثم فلاحه عندنا في مناطق سقويه كارين ارض وتجي تلقاه يخلص سقوي وما عندوش ماء الى يومنا هذا، مازال الموضوع علاش شائك. هذاك هي الاداره، كيفاش ما تنجمش تخرج منطقة سقوية المنطقة بعلية إلا بقرار من معناها من الوزير ورئاسة الحكومة، ويلزم يتسجل يخرج في الرائد الرسمي عنده إجراءات. لكن لو كان ثم إجراءات موجودة ومشيت فيها الوزارة ولا مشيت فيها الدولة ربما رانا جسمناها في السنوات الفاضلة.
بالتالي احنا على مجله نتاع مياه بقينا 4 سنين نتعاركوا عليه، ما نجمناش نعملوا مجله لكن مياه. لكن هذا بمتطلبات الطاقم الجديد. انتم شريك اجتماعي فعل كاتحاد الفلاحين، دوركم في انه الاشكاليات هذه اليوم اللي يعاني منها الفلاح التونسي سواء كان على مستوى الاستغلال الاراضي او حتى على مستوى يعني الخلاص، يعني ما شخص يخلص على الماء وهو ما عندوش ماء، يعني اليوم انتم دوركم باش تندوا ويكون صوتكم فاعل وصوتكم قوي باش تتغير الاداره التونسيه. تقول لي الاداره التونسيه مالا شنو نعملوا؟ نقفوا؟ كلها مربوط باستراتيجيات وطنيه. احنا ما عدناش استراتيجيات وطنيه للقطاع الفلاحي يلزم يكون عنده اهميه قصوى في الاقتصاد الوطني وفي نظره السياسيين ولا في نظره الدوله. تونس وموقعها الاستراتيجي على البحر، تطل على البحر الابيض المتوسط. معناتها منين الدور تلقى البحر؟ منين الدور تلقى الشمس؟ على معناتها على مدار 365 يوم في السنه الشمس تبارك الله موجوده، المطر معناتها حتى كيف ينزل الغيث النافع يعني نلقاو السدود تمتلئ وحتى معناتها الفيضانات تصير عنا، لكن مع هذايا الكل معناتها النقائص والاشكاليات كبيره، والاداره التونسيه الى متى باش تبقى واقفه وتتفرج؟ هذا السؤال دائما وابدا نطرح فيه ولكن الاجابه ما ثماش. راهو في تونس بين بالكاشف انه ما تنجم البلاد هذه تقوم الا باقتصاد فلاحي. الاقتصاد الفلاحي ما ثماش، غايب. الفلاحه يعرفوها كان في الانتاج. انا لو نعطيك رقم للساده المشاهدين، انا زرت قبلي خاطر احنا نتنقل على الموارد المائيه في كامل تراب الجمهوريه. قبلي فيها 10,000 هكتار طموح قديم وفيها 30,000 هكتار جديد، احداثات جديده. الدولة تحسب فيها في المداخيل ولكن غير مستعرفة بها في الامتيازات. تشوف معناها كل فلاح حافر بي بين السونداج والسونداج 200-300 متر. يا رسول الله هذا ما نجموش نقولوا محل، اقترحنا على الدولة نشوفوا لهم الناس هذوما يحبوا يخدموا يحبوا ينجوا وهما شادين الأرض، وبالتالي يلزم الدولة تلفت يلزم تعمل لهم مخرج أنه منطقة سقوية عمومية ونسكروا الابار، اولا حفاظا على الابار، اثنين انه حفاظا على الماء، وثلاثه انه ربحوا الفلاح وربحوا الدوله. اليوم عاملين طاقه شمسيه لا يخلص في ضوء ولا يخلص حتى في شيء، لا ربح منه الدوله باش يخلص كهرب، يستغل في الماء مفرط، خليني نقولها انا نتحمل مسؤوليتي فيها واحنا كاتحاد نقولوا لا لافراط في الماء، ولكن ايش تحبوا يعمل الفلاح هذاك؟ تحس وانه الفلاح تطور والوزارة ما زالت تتراوح مكانها. طيب جدا سي حمادي أبو بكري، صحيح أنه إنتاجنا الفلاحي موجود، الفلاح التونسي معناتها قاعد عامل جهده باش ينتج، لكن برشا تحديات وبرشا نقائص. اليوم كيفاش نخلقوا استراتيجية وطنية تعتمد كركيزة أساسية؟ الاقتصاد التونسي يعتمد على الفلاحة التونسية، ويظهر لي الاقتصاد التونسي كان معناتها الفلاحة التونسية كانت مساهمة بدرجة ثانية، يعني الاقتصاد الوطني يعتمد على الفلاحة بدرجة ثانية في تونس. اليوم الترتيب هذا هل تراجع أم لا؟ هذا كل تو نحاولوا نشوفوه، لكن كيفاش نخلق اليوم استراتيجية وطنية تعتمد على الاقتصاد الفلاحي؟ هذايا مربط الفرس اليوم. باش نجي معاك سي عبد الخالق عجلاني، يعني لهنا نتحدثوا اليوم على خطه تحاول انه تنهض بفلاحتنا التونسيه. صحيح احنا في الصالون هذايا قاعدين نتابعوا فيه ونتابعوا في الانتاجات الفلاحيه المتوفره بكثره واللي الجوده نتاعها بالحق بمقاييس كبيره وجوده عالميه، لكن ما نجموش معناتها نلغيو النقائص والنقائص الكبيره. يظهر لي كل اشكاليات ممكن نطرحها اليوم في البلاتو يلزمها ملف وحده، معناتها بلاتو نتاع ساعتين وحده، كما مشكله المياه ومشكله السونداج ومشكله حفر الابار، وهذا كل يلزمه بالحق ملف وحده. خلينا على الاقل نطرحوا اهمها اليوم. عمليه التصدير، بما انك انت مكلف بالتعاون الدولي والتصدير، نحب نعرف قائمه
في الانتاجات الفلاحيه نتاعنا وبالترتيب، وشنو نصدروا بالضبط، وقديش معناتها المربح بيه على الاقل من العمله الصعبه، قديش يدخل لنا فلوس لبلادنا. شكرا بارك الله فيك. نحن قبل ما نمشوا للارقام وكميات التصدير وترتيبنا في الميزان التجاري الغذائي خاصة أو الميزان التجاري بصفة عامة والمزايا متاع الانتاج التونسي على الاقتصاد التونسي، يلزم جملة من المفاهيم، لأنه نحب ولا نكر هذا ولا موروث في العقل الاجتماعي وحتى العقل السياسي التونسي، أنه الفلاحة هي كيفاش، هي مقدمة في الحرب موخرة في الراتب، المثل العامي. الفلاحة ما تنجم تكون عندها دور حقيقة إلا لما نبدأ نحلو بمنطق سلسلة القيمة، بمعنى الحلقات ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج. توا اللي كان يحكي عليه سي حمادي مسألة الماء، ما هي إلا عنصر من بين عديد العناصر من المدخلات. الماء الوحيد اللي نحن يقولوا اللي نحن تحت خط الشح المائي ب 450 متر كوب، ولو اني انا واحد من الناس لابد انه نعاودوا النظر في الموضوع هذا، لكن المدخلات الاخرى عناصر الانتاج كلها مورده، حتى من الزرارة كلها مورده، لا ننتج هذا. هذه معضله حقيقيه في البلاد التونسيه تمس من السياده الوطنيه. علاش ما ننتجوش سي عبد الخالق؟ لانه الخيارات سواء القديمه سواء الى حد الان، وانا كنت نتمنى انه السيد وزير الفلاحه ما هي الاستراتيجيه فعلا باش تولي عندنا اقتصاد فلاحي قوي وعندنا مناعه. الفلاحه راهي عنصر من عناصر السياده الغذائيه. هو انا قلت راهو ملفات كبيره ويلزمها تطرح، معناتها كل انا اليوم كي نسمع اللي احنا نستوردوا في القمح وثم شحنه كبيره من القمح باش تدخل لتونس، نتسائل علاش احنا القمح نستوردوا فيه، علاش ما ننتجوهوش؟ يا اخي احنا نشوفوا سنابل القمح، تقول لي صحيح الوفره وما يكفيش ويلزمنا نستوردوا، نفهمك، لكن هي ملفات كبيره يلزمها تطرح. وسيد الوزير كنا خذيناه على كان في زياره وخذيناه على هامش هذا المؤتمر يعني. وانا نتمنى نزيدوا ولو نستدعوها احنا السيده وزيره التجاره، لانه حقيقه مربط الفرس في الانتاج الفلاحي هي وزاره التجاره والرخص نتاع التصدير. شكرا. عفوا غيرنا الميكرو. الميكرو ميساج. إذا لما نحلل بمنطق سلسلة القيمة وبمنطق الخارطة الفلاحية في وقت اللي نحن، لأنه فما بارادوكس هنا، احنا عندنا شح مائي ونحكوا على التصدير ونحكوا على الاكتفاء الذاتي وما عندناش الزرارة نتاعنا، إيه لابد أنه يصير حوار. احنا قوة اقتراح راهو الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري، كثرنا شوية من الحوارات والعمليات العملية الفعلية نتاع دينا حوار 2014. نعم. وكملنا المرحلة الأولى 2016. وين وصلتوا فيه؟ المخرجات موجودة، لكن وزارة الفلاحة في هاك الوقت هذاك ما وصلتش باش نكمل. قلت لي بدينا حوار من 2014. أي. وين وصلتوا فيه؟ في تسعة عناصر، وصلنا العديد للمخرجات، من أهمهم الخارطة الفلاحية. الدولة التونسية أشنو حاشتها بالمنتوج من الفلاحة للشعب التونسي؟ التصدير، ما عادش نحكوا بمنطق تصدير فائض الإنتاج. لا، التصدير يلزم يكون وحده قطاع. هيد نعطيو اكتفاء ذاتي الساعة المنتوج الفلاحي نتاعنا للتوانس ل 12 مليون تونسي على الأقل. لا، هذه هي المعادلة. ومن بعد هيك فائض الإنتاج تنجم تصدروا. هذه هي المعادلة القديمة اللي ما عادتش تمشي في العالم، لأن الدول الأجنبية ما هياش على الحدود مادة يداها تستنى فينا نحن باش نصدروا لها. هذه أسواق تخسري سوق عام صعيب باش ترجعيه. يعني لهنا في إطار دعم المنافسة يلزمك تصدر المنتوج، تعمل اكتفاء ذاتي والا لا؟ الساعه اذا اقتنعنا بالتصدير لابد انه قطاع التصدير يخرج وحده. ايش معناها يخرج وحده؟ ثم فلاحه، ثم انتاج، ثم انتاج هو خاص بالتصدير،
علاش خاص بالتصدير؟ راه مش معناها يلزم يكون خير ولا اسلم ولا كذا، راه حتى الشعب التونسي من حقه باش ياكل انتاج بلاده المش مضر بالصحه، المزيان الحلو الى اخره. لكن اذا الخيارات هذه خيارات لابد ان نعملوها، شنو نصدروا شنو ما نصدروش، فما حوايج كسبنا فيها تقاليد ما عادش نجم. وهنا باش نجي لسؤالك نتاع المداخيل، وقت نحكي على زيت الزيتون ونحكي على التمور ونحكي على الصيد البحري ونحكي على الغلال الصيفي ينتهي، هذا وحدهم يدخلوا فيما قرابه 3000 مليار لا الى الخزينه التونسيه، هذا وحدهم يغطيونا باش نجموا نسبه كبيره باش نجموا نخلصوا القمح اللين الخبزة التونسي، هذم كلهم موجودين. لكن نصدروا وندخلوا عمله صعبه وفي المقابل نوردوا زياده، يعني لهنا هذا هو السؤال، معنيش هامش ربح يعني لهنا معنيش ربح لا يعني. علاش هو التصدير هو في حد ذاته، احنا كي نرجعوا لفلسفه التصدير ومنطقه التصدير، التصدير هو يجي في الحلقه الثالثه في سلسله القيمه نتاع كل منتوج، وهو احد الحلول الثلاثه، لانه في الاخر المنتوج يا اما نصنعوه يا اما نخبيوه يا اما نصدروه. علاش نصدروا؟ نصدروا في بلاد ما فيهاش المنتوج، يعني يلزم نكونوا عندنا قدره تنافسيه في البلاد هذيك، راهو ما فيهاش المنتوج هذاك، راهو باش يجيب عمله صعبه للخزينه الوطنيه للدوله التونسيه اللي باش تشري بها المواد الاساسيه، التمور اللي ما ينجوهاش في اوروبا ننجوها احنا، يعني نبيعها يلزم الفلسفه. هذا معادله ما خيارات، لابد ان تكون خيارات في اتفاق وطني. ونرجعوا ما معنى الفلاحة في الأخر؟ من هو الفلاح سيدتي؟ في القانون التونسي من هو الفلاح؟ من هو العامل الفلاحي؟ علاش الصناعات الغذائية خارج على وزارة الفلاحة وخارج على القطاع الفلاحي؟ هل هي صفتهم لليوم مجهولة باش نتسائلوا من نعم. هو الفلاح؟ أي نعم، الصفة القانونية نحكي. نعم. الصفة القانونية يعني متاع الفلاح. الفلاح بالطبع مضرور. الفلاح كحلقة تدخل حلقة في الإنتاج. أي. الفلاح هو العنصر الضعيف في الحلقة هذه. أنت اليوم وقت وإن نسمعوا في الأخبار عندكم أنه السلع غلات الخضروات إلى آخره، نلقوا الفلاح هو المضرور والمستهلك هو المضرور، كيفاش باش تصلح مسالك التوزيع؟ ما بين الفلاح والمستهلك عديد من الشبكات، ومش بالطريقة اللي شفناها مع وزارة التجارة، لأنه فما حوايج مثلا منظومة التبريد الفريقوات اللي خرجت اسم، منظومة التبريد بالنسبة لنا نحن في الاتحاد التونسي الفلاح والصيد البحر في الفلاح هي عنصر إنتاج وليست عنصر تسويق، لأنه فنيا سامحيني ندخل في الموضوع، إنتاج التفاح واللنزاس والبطاط لابد أنه يمر عبر التبريد، بل نطلب عنا ندوة علمية نحن اليوم على كيفية أنه الفلاح يتحكم في منظومة التبريد باش نجم نخزنوا المنتوج وما تفسدش السلعة، وهك اللي بعنا به الزيت والدقلة نولوا نعاودوا نرجعوا باش نجيبوا به البطاطا والفلفل وما نعرفش شنو في الأوقات هذيك. هي معادلة تحكم، هي في الأخر نقول لهم أنا هي كالوريات. أنا وزارة الصحة تقترح عنا في تونس 12 مليون مواطن 12 مليون مستهلك، أشنو الحاجيات متاعك يا دولة تونسية يا حكومة تونسية من البطاطا ومن الطماطم في الفصول، ونتفاهم ونعملوا خير. طيب جدا، لكن اليوم تونس تنتج البطاطا تنتج الطماطم. أي نعم. في المقابل نلقاها تستورد البطاطا ايضا، تستورد برشا غلال اللي تنجم. لا الغلال لا ما تستوردهمش، حتى البطاطا نقصد. أما, اما 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 علاش تستورد البطاطا؟ لانه عامل فلاح يزرع البطاطا، وسامحيني البصل الزاده معناها الكلمه، عديد من الحوايج الاخرى يطيح السوم اللوط، الفلاح العام الجاي ما يزرعش، تولي فما نقص بانوري في الانتاج، الوسطاء اللي نحكوا عليهم اللي قلت لك عديدين يورد، فما علاقات مع الخارج نقولوها بصراحه، لوبيات قديمه جديده تورد، لكن نقص نتاع السوق هذاك. هل هناك اتفاقيات مع سواء كان الاتحاد الاوروبي او سمعنا على اتفاقيه الاليكا، ماذا بيا نعرف وين وصلت؟ حتى عندها عامين ملي وقفت الاتفاقيه وما سمعنا عليها حتى شيء. الاتفاقيه هذه اللي تضر بالفلاح التونسي وبالمنتوج التونسي، شنو راي الاتحاد في علاقه باتفاقيه الاليكا؟ هل هو موافق عليها ام هو رافض الى اليوم؟ ماذا بيا نسمع رايكم. يعطيك الصحه بارك الله فيك. هو صح ما يضحك، لانه الملف هذا انا ونمشي لبروكسل عيطوا لي مسيو اليكا، لانه تيلمون معناها
حللنا مع العديد من مكاتب الدراسات، من المجتمع المدني، من الباحثين، ومشينا لهم حتى البرلمان الأوروبي وأقنعناهم أنه راهو في الوقت الحاضر لا يمكن أنه يكون فما تبادل حر وشامل لعدم تكافؤ القوى، موازين القوى. ما هوش كما الفلاح التونسي كما الفلاح الأوروبي. هذا الشيء أقنعتهم وإلا لم تقنعهم؟ لا لا لا، ما زلنا لا إلى حد الآن لأنه ما تغيرش الواقع متاع الفلاح التونسي، ما تغيرش. لكن في المقابل احنا كقوة اقتراع دفعنا الدولة التونسية وحتى البرلمان مشينا له على أن الدولة التونسية تصح في زوج اتفاقيات بزربة أزليكاف والكوميسا. باش نعطيك الكلمة في علاقة بالموضوع هذا، الاتفاقيات اللي تحب تفرض على تونس أنها تجيب لها منتوجات فلاحية من الخارج وتنافس المنتوج الفلاحي التونسي. شوف، الاتفاقيات بصفة عامة راهي تبرم بين الدول. سعلول اثنين، بالنسبة لنحن في الاتفاقيات خاصة في الغلال نصدروا فيها، واحد موجودة كما قال زميلي سي العجلاني أنه موجودة اتفاقيات للتصدير موجود، لكن المشكلة وين؟ نحن عندنا نقص في مواد اللي نحن قاعدين نوردوا فيها من برا، وهذا أكبر خطر وقت اللي توصل أنت تجيب في قوتك اليومي كيما الحبوب جبتها أنت، لأنه ما ثماش تشجيع للحبوب صحيح. نعطيك مثل بسيط، جاء السيد الوزير السابق بالنيابة أول برنامج عمله ثم منشور ينص على تدعيم زراعة الحبوب وري مجاني أو ري أو ريتين مجانية للحبوب للبوضو. أول ما دخل مدوا له الدوسي نحى. معناها دائما وابدا المسؤولين اللي يجوا مع كامل احتراماتي لهم ما هماش فاهمين القطاع الفلاحي ايش يعاني منه من صعوبات. دوركم عنكم تمشيوا لهم وتفهموهم. إذا كان أنتم كشريك اجتماعي فاعل اليوم، صوت الفلاح اليوم هو أنتم اتحاد الفلاحين، إذا كان أنتم ما تفسروا لهمش وما تفهموهمش أنه أولوية الملفات اللي يلزمها تطرح، شكون باش يفسر لهم؟ الفلاح اللي قاعد معناتها في الأرض نتاعو قاعد يعاني باش ينجم ينتج على الأقل وينجم يسوق ويبيع؟ أضعف ميزانية في تونس هي ميزانية وزارة الفلاح، وهنا نغلق القوس، معناها المال قوام الأعمال. أضعف ميزانية في الجمهورية التونسية هي ميزانية وزارة الفلاح. كيفاش وزارة نتاع تنمية نتاع أمن غذائي وسيادة غذائية عندها أقل نسبة في في الميزانيه نتاعها، وبالتالي كيفاش تجي تطلب من انسان فاقد الشيء لا يعطيه؟ على كل، يعطيك الصحه سي حمادي بوبكري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين مكلف بالمياه، وايضا سي عبد الخالق عجلاني مكلف بالتعاون الدولي والتصدير. اشكاليات كبيره، نحاولوا على هامش هذا الصالون اللي دائما ندعو الساده المشاهدين انهم يجيوا يزوروه، موجودين في معرض الكرم. احنا بطبيعه باش نكونوا في بث مباشر يومي من 10 متاع الصباح حتى كشي للماضي ساعه، للساعه الواحده مساء. تابعونا في هذا الربط المباشر، نحاولوا نسلطوا الضوء ونكونوا صوت الفلاح. اذا كان اتحاد الفلاحين ما ينجمش يدافع عليهم، احنا نجموا ندافعوا على الفلاح التونسي، بما انه نجموا نعطيو الكلمه للفلاح التونسي باش يسال وباش يحاور وباش يسمع صوته وباش يحكي على الاشكاليات الاساسيه اللي قاعد يعاني منهم. لعل وعسى نحاولوا انه ننهضوا بالفلاحه التونسيه نتاعنا اللي هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويلزم خطه واستراتيجيه واضحه باش ننهضوا بالقطاع الفلاحي نتاعنا وبمنتوجنا الفلاحي. علاش؟ خاطر جودته بمقاييس كبيره وعالميه. باش نمشيو نواصلوا معاكم، نمشيو تقرير روبورتاج حول المجمع المهني للتمور ثم لنعود. تفضل. علي طالب عزيزي، مهندس عام كهيئه مدير بالمجمع المهني المشترك للتمور. سألي بالنسبة للموسم التمور، كيفاش كانت متابعتكم للموسم ككل وللفلاح بصفة عامة؟ بارك الله فيك. هو بالنسبة للمجمع هو روى طرف من يعمل مع عدة أطراف على غرار المندوبية ومؤسسات البحث وغيره. احنا المجمع بالأساس في بداية الموسم معناها يوفر مستلزمات الانتاج اللي تخص الفلاح على غرار مواد التغطية كما الناموسية وكما المواد البلاستيك. كيف معناها نوفروا بعض الأدوية خاصة ما يتعلق منها بعنكبوت الغبار. الحقيقة المجمع بالنسبة لهذا الموسم اللي أشارت عليه المصالح المختصة وفروا بالنسبة للجهات الكل
على غرار البخارة قلنا وفرنا تقريبا في حدود 28 طن اللي فات جميع المناطق. بالنسبة للناموسية متوفر عندنا مخزون معناها في حدود تقريبا 3 مليون ناموسية معناها للمناطق اللي تاج الكل، وكميات هامة كيف كيف زاد من مادة البلاستيك معناها لحماية الصبا. هذوما الكل تقريبا موجهين للفلاح. بالطبيعة الناموسية هي مدعومة بنسبة 60%، يعني الفلاح بيخلص كان 40% فقط، وبالنسبة لمادة البخارة معناها نسبة الدعم هي معناها 70%، الفلاح يعني وقت يتحول المجمع ما يخلص إلا معناها 30% معناها من السعر معناها تاع الكلفة تاع المواد اللي يقتنيها. على مستوى الانتاج معناها المنتوج اللي يقع الجني نتاعو، فماش امكانيه لدعم الفلاح لتخزين هذا المنتوج؟ شوف بالنسبه للاجراءات السنه هي تقريبا على غرار نفس الاجراءات الموسم الفرد، انه باش نمتعوا الفلاحه معناها بمعلوم خزن الفتره هي لاربع اشهر، معلوم الخزن بالنسبه للشهرين الاولانيين 40 مليم الكيلو معناها في الشهر، والشهرين المواليين هما معناها نصف الكلفه اللي هي 20 مليم للكيلو بالشهر. بالنسبه هذايا بطبيعه معناها هو اجراء موجه للصغار المنتجين، يعني اللي ما تجاوزش الكميه نتاع الانتاج نتاعهم 10 طن. كيف في نفس الاجراء فما معناها عمليه نتاع دعم بالنسبه لاقتناء صناديق البلاستيك اللي هي في حدود معناها 500 مليم على الصندوق واقصها 1000 صندوق معناها. علي هداج رئيس مجمع الحسي في معتمدية دوز الجنوبية. سعلي يظهر لي مشكل المياه ومشكل الأبار مشكلة كبيرة برشا في المنطقة. فعلا هي مشكل الأبار، ثم موارد المائية هذه ضعفت ياسر فعلا، وبدت فيها كلفة نظرا لكونها كلها على الطاقة الكهربائية مترات بالضخ كلها، فأصبحت لها كلفة كبيرة ياسر، وفيها خاصة الصيانة أنها بدأت أن فيها مضار كبيرة للفلاح وللهنشير، وكلفه على الجمعيه، وكلفه على حتى على مواردنا الماليه اللي هي ما عادش مكفيه اساسا. ثم العطب هذا يجينا احيانا في اوقات نتاع اللي تهم الصابه في حد ذاتها ومردوديتها وجودتها، فيأثر فينا، وثم بطء على مستوى السلطات المسؤوله والصيانات اللي هي اداره الفلاحه، ثم بطء في الصيانه احيانا يضر الواحد. ثم احنا عندنا الحقيقه الافه هذه اللي لها سنتين برسك ضرت ما يقارب 75% من منتوجنا، وهذا يرجع بالضرر على الفلاح. من جانب الكلفه الكهربائيه اللي احنا قدمنا فيها مطالب على اساس على الاقل اعاده من اهل العقود بيننا وبين الستيك، وهذه اشياء طلبناها عندنا ما يقارب سنتين، وطلبنا على الاقل تعويض للفلاح اللي هو تضرر في نسبه كبيره ياسر اللي هي كما قلت 75% من الصابه. وعلى نعتقد ان الصابه هذه ماهيش هينه بارابور للميزانيه نتاع البلاد، ماهيش شيء هين، هي ما يقارب ال 14% من ميزانيه تونس اللي هي جايه من موارد الدقله والنخيل بصفه عامه. ونواصلوا جولتنا داخل صالون الدولي للفلاحه والالات الفلاحيه والصيد البحري، ومن المركز الفني للقوارص نمشيو للمجمع المهني المشترك للغلال. معنا سي ابراهيم طرابلسي نائب رئيس المجمع المهني المشترك للغلال، مرحبا بك سي ابراهيم. شكرا، مرحبا بكم ومرحبا بالقناه الوطنيه، وبارك الله فيكم على التغطيه للحدث الهام. نحب نعرفوا فيش تتمثل مشاركتكم في الصالون. هو المجمع المهني المشترك للغلال يقوم بزوز ادوار، دور وطني، دور وطني ودور خارجي. الدور الوطني يتمثل في التعريف باخر المشاتل واحدث المشاتل العالميه، وكذلك ارشاد الفلاحه، ومثلا التدخل في الناموسيه اللي موجوده قدامنا توا، ومعالجه الامراض الفطريه. التدخل عندما يكون فما وفره في منتوج معين باحداث اسواق من سوق المنتج المستهلك او عبر البانو اللي موجودين ببليسيتي في الطرقات. الدور الخارجي يتمثل في التعريف بالمنتوج التونسي، في كما تعرفوا المجمع يشارك في اغلب المعارض العالميه. التعريف بالمنتوج التونسي كما عندنا في شهر نوفمبر التعريف بالرمان التونسي في مارسي، باش نعملوا 3 ايام 16 17 18 ايامات تذوق للمنتوج التونسي باش نعرفوا به خارج الوطن.
شنو تعني لكم المشاركة في صالون الدولي للفلاحة؟ هو باش فما المشاركة أنها تزيد الفلاحة تتعرف أكثر على المجمع وعلى الدور اللي يقوم به المجمع. بالنسبة باش نحكي ونحن توا قاعدين كنا نشوفوا في الركن نتاعكم فما عرض لمجموعة من الغلال التونسية، الغلال التونسية هل عندها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية؟ والله الغلال التونسية عندها قدرة، احنا كما نعرفوا تويكا في الدقلة نصدروا في 120 ألف طن 83 دولة، نصدروا في القوارص في أصناف 13 ألف طن لفرنسا، يعني عندنا تصدير، لكن المشكل في الزيارات اللي نعملوا فيها لأفريقيا ولا لأوروبا نلقاو الأسواق، مي المشكل كيفاش باش توصل، المشكل لوجيستيك، يعني الدولة لهنا يلزمها تدخل باش توفر التنقل للفلاحة، خاطر الجيفروي قاعد يوفر في الأسواق، لكن إمكانيات اللوجيستيك هي اللي مش موجودة. شنو أكثر الغلال التونسية اللي لاقية رواج كبير في الأسواق العالمية؟ هو الأكثر زوز منتوجات اللي احنا عندنا تقاليد في التصدير فيها اللي هو الدقلة والبرقدان، لكن ما يلزمناش نقتصروا على زوز منتوجات هذوما برك، لأن عندنا برشا منتوجات احنا في تونس كيما الرمان توا، يعني القوم تاع الرمان التونسي ماهيش موجودة في بلدان أخرى، احنا اليوم يلزمنا نلوجوا أسواق المنتوجاتنا الأخرى ونزيدوا نطوروا حتى الأسواق الموجودة عندنا في القوارص، علاش نقتصروا برك على مارشي فرنسا؟ يلزمنا نطوروا ونلقاو أسواق أخرى. قاعدين تعملوا لهنا يعني في إطار الترويج للغلال التونسية دراسة للأسواق العالمية، يعني الأسواق شنو اللي ناقصها مثلا السوق الأوروبية مش كما السوق الآسيوية مش كما السوق مثلا الأمريكية وإلا الجنوب أفريقية، كيفاش تعملوا لهنا باش تعملوا دراسة أنه في كل سوق هناك نوع من الغلال اللي يلزم يتم الترويج لها؟ هو مادام احنا قاعدين نشاركوا في المعارض للغرض هذا ان نعرفوا اكثر بالمنتوج نتاعنا، احنا ممكن نجموا ننافسوا في بلدان اخرين، شويه دعم للفلاحه لتحسين الجوده، كما نعرفوا تويكا راهو فما ادويات قاعدين نداوي بها في تونس مرفوضه في اوروبا مثلا، يلزمنا نطوروا احنا باش ننافس، باش تنافس عالمي تعمل دراسه على 4 أو 5 سنين باش تدخل الاسواق، والمجمع قاعد يدوم دور كبير في الاسواق العالميه، وقاعدين نعرفوا بالانتاج نتاعنا، قاعدين نعملوا تذوق للخارج، الناس تذوق الكاليتي التونسيه، لانها احنا عندنا طقس ربي نعبنا بطقس باهي امطار وشمس يخلي الكاليتي نتاعنا والسلعه نتاعنا تكون اجود من بلدان اخرين. بالنسبه للانتاج وكميه الانتاج بالنسبه للغلال في تونس عندك شي ارقام؟ تعرف نحن تغرينا الارقام، نحبوا نعرفوا قديش وصلنا في انتاج مثلا، نحن قابلين تو على موسم البرقدان القوارص مثلا، تقريبا قديش باش يكون انتاج تونس من القوارص هذا العام هذا الموسم؟ احنا القوارص ديما ما بين 400,000 و600,000 طن، السنة عندنا ممكن باش تكون في 420,000 طن، عندنا الدقلة السنة 370,000 طن، عندنا الرمان 115,000 طن، عندنا المواسم اللي تعدات كانت فما صابة زاد، خوخ 200,000 طن، مشماس 70,000 طن، السنة سجلنا تقدم كبير في الإنتاج في تونس. يعطيك الصحة سي إبراهيم ترابلسي نائب رئيس المجمع المهني المشترك للغلال. فاطمة باش تكون أيضا مواصل جولتنا أخرينا باش نحاولوا نشوفوا بقية المنتجات المعروضة، نحاولوا نشوفوا أيضا المشاركين الخواص اللي حاولوا أيضا كما تعرفوا قاعدين نشوفوا توا في الصالون الدولي فما مواطنين قاعدين يشتروا من المنتج إلى المستهلك، أجبان غلال مختلف المنتجات، الصالون يعني ما شاء الله هناك زيارة وإقبال كبير على في اليوم الثاني للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري، في انتظار أن نكون معاكم في نقطة أخرى. أعيد لك الكلمة فاطمة. شكرا زهرة، هذه كانت لمحة على إنتاج الغلال والقوارص، وثم أكيد معارض أخرين وفضاءات أخرى باش نحاولوا نتعرفوا عليهم معاك زميلتنا زهرة فضلي، ونطرحوا أيضا الإشكاليات في علاقة بالفلاح التونسي. اليوم حاجة نستبشروا بها أنه ثم عودة ووفرة في الإنتاج، وهذا ما ينجم يكون كان يدل على الخير الموجود في تونس. إن شاء الله
الله الانتاج هذا يزيد يكون اكثر واكثر ويعود بالنفع على المواطن التونسي بدرجه اولى، لانه يساهم في سيادته وامنه الغذائي، وايضا من خلال تصدير الفائض في الانتاج او انه تصدير الانتاج لدعم القدره التنافسيه وفتح اسواق خارجيه اخرى.